هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور القطاع، حيث أكدت حركة حماس أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور أبرزها منطقة خان يونس بالجنوب وشرق جباليا بشمال القطاع، مشيرة إلى أنها تمكنت من استهداف دبابتين وجرافة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف قوات راجلة وقوة متحصنة في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في القوة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك غزة وإصابة 28 آخرين في المعارك الدائرة في غزة خلال الساعات 24 الماضية.